The Hejazi Arabic dialect. اللهجة الحجازية الحضرية. Numbers. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Greetings and phrases. السلام عليكم. كيف حالك؟ كيف حالك؟ بخير. كويس. طيب. صباح الخير. تصبح على خير. مرحبا بو. مرحبا بو. مرحبا بها. مرحبا بها. مرحبا بك. مرحبا بك. مع السلامة. Vocabulary. إيوة. لأ. لأ. لا. دحين. دحينة. مرة. وي. استيتا. سيدي. ستي. بلكن. دغري. أبغى. أبا. أترنو. أترنها. اسمنو. مدري. ما أدري. خشم. قوام. قوام قوام. جيد. بابغلي. أندر. أندري. الشكلو. إشبك. إشبك. أوريك. أوريكي. شردة. هرج. سمرقع. أنجز. جغمة. طاقة. زنبيل. منظرة. دلك النحاس. صرفضة. صربعة. بسة. عيش. شاهي. طعمية. حبش. حبحب. جزر. جزر ياماني. أبو فروة. أبو جلمبو. دجاج. إيش. متى. فين. كيف. The Great Arab Revolution. الثورة العربية الكبرى. الثورة العربية الكبرى هي ثورة مسلحة لقوات عربية ضد الدولة العثمانية. بدايتها كانت في الحجاز لما انطلق الشريف حسين بن علي أول طلقة من بندقيته. كان هذا الكلام قبل فجر يوم 9 شعبان سنة 1334 هجري الموافق 10 يونيو عام 1916 ميلادي في مكة المكرمة. وكان لهذه الطلقة صدى كبير في جدة والطائف والمدينة. وبعد ما نجح الحجازيين انهم يطردوا المحتلين الاتراك، امتدت الثورة ضد العثمانيين الاتراك حتى وصلت لبلاد الشام وطيحوا الحكم العثماني فيها، الين ما وصلت الثورة كمان للعراق، وهذا كله نتيجة السياسة العثمانية وقت الحرب العالمية الاولى اللي كان فيها التجنيد الاجباري ومصادرة الاملاك والارزاق، بالإضافة للمجاعة اللي حصلت عام 1915 ميلادي، غير كمان السياسة القمعية والاستبدادية لجمال باشا الحاكم العسكري للولايات السورية وفخري باشا الحاكم العسكري للمدينة المنورة.